مشيت الشارع علمتني ان انا ابقى اتعامل مع ده كويس وده كويس. عيالي اللي هم عيالي ما بيقولوليش زي الناس الغرب ما بتقولي. ايوه في فرق كتير برمضان دون وايام الايام التانيه كانت الناس بتحب بعضيها. انا صبا عبد العزيز من مواليد كفر الشيخ، واتجوزت هنا في مصر بقالي 45 سنه، معايا مثلا اقول لك يا ستي 59 سنه. انا مش عارفه التاريخ من بدي اصلا، ويعني بقالي كام سنه ببيع في المخللات دي من بعد جوزي ما توفى، يعني 16 سنه من بعد جوزي ما مات وانا ببيع شويه المخللات دول في رمضان وفي الايام العاديه، شويه عيش وشويه خضره وحاجات زي كده، وهي ماشي الدنيا ماشي الحمد لله. حياتي والله العظيم انا منايا ان انا اجوز عيالي، معايا ثلاث شباب، واحد عيان واثنين مشربين المرار ومش لاقيين شغل. يعني معايا واحد عنده دبلوم تجاره ومعاده 27 سنه، وانا اللي بشتغل، واديك انت شفتينا واحنا جيت على فجاه اقول لي انا اللي قاعد من هنا للعيش من هنا للعيش. رمضان والله الحمد لله كلته خير ورزق والحمد لله فضل وعد، احنا راضيين باللي ربنا يقسمه لنا الحمد لله فضل وعد، وربنا يعود على الناس كلها بخير ويوسع على كل من كان واحنا من الجمله يا رب. يعني جوزي كان بيبيع الحاجات دي وحماية الله يرحمه كله كده الدنيا، انا خدت ان انا اعملها عشان ما بقاش برضو ارمي بلاي على حد ولا اروح لحد يهني، لا ابقى انا حرة نفسي. بحت وكلنا وشربنا، كلنا بملح ما حدش شايفنا، كلنا بمخلل ما حدش شايفنا، اقسم بالله زي ما بكلمك كلنا الحلو جبناه وكلناه برضو والحمد لله، ما حدش بينام من غير عشا، كله بيتعشى اي حاجه. عملت شويه مكرونه بناكل، عملنا شويه رز ببصل بناكل، ده بناكل كل حاجه اللي يعني الناس ما بتنامش من غير عشاء، وفضل وعدل من عند ربنا، وخدت ان انا ما بقى بحريتي ما حدش يتحكم فيا، بس ولا قريب ولا غريب. انا من 16 سنه جوزي ميت ما خلتش عيل راح لعيل من واحد من عمامه ما فيش انه حد يروح له اللي يجينا على دماغنا، اما احنا نروح لحد لا. ايوه في فرق كتير برمضان دون وايام الايام التانيه كانت الناس بتحب بعضيها، واللي كان طبخ طبها حلوه كان بيدي الجار وكانت الناس بتحب بعضيها. الوقت اللي بيطول اخوه عايز ياكله، اللي بيطول اخوه ما فيش حد عارف حد، ان ما كنتش انت تتصلي بقالك قالك ما تتصلش عليك، وهي دي الدنيا والله. اما ايام زمان كان خالك يروح لك، عمك يروح لك، ده يروح لك، ده اختك تروح لك، ابوك يروح لك، كانت الدنيا جميله وكانت الدنيا حلوه. الشارع علمتني ان انا ابقى اتعامل مع ده كويس وده كويس وده كويس، والناس كلها بتحبنا والحمد لله. اللي يقول لي يما واللي يقول لي يا خالتي واللي يقول لي يا عمتي، عيالي اللي هم عيالي ما بيقولوليش زي الناس الغرب ما بتقولي، واقسم بالله وقفه الشارع عرفتني ناس هقول لك فوق الخيال. لسه الوقت استاذ محترم 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 مهندس معماري، ازيك يما عامله ايه يا حبيبتي، انت احوالك ايه؟ ابني ما قالها لي. هقول لك تاني اكتر من كده؟ والحمد لله اتعلمت ان انا اكلم الناس ازاي واعمل ازاي وعشت. انا كنت لسه متجوزه عندي 16 سنه وعشنا، وهو احنا اهو ماشيين الحمد لله فضل وعد. الدنيا كانت جميله والدنيا كانت كويسه والناس كانت عايشه والناس كانت بتحب بعضيها، والاخوات كانت بتودي بعضيها، ومفيش يوم والتاني تبص تلاقيه جاي لك وتعملوا له لقمه حلوه مش عارف ايه، وكانت الدنيا جميله. الوقت اللي عامل لقمه عايز يخبيها عشان ابن جاره جاله،
وحقيقي. اما ايام زمان انا كنت لو طبخه حاجه حلوه وجنبي واحده اكل انا وهي وهي تاكل وانا اكل والدنيا كانت جميل. تعالي النهارده كله عايز ياكل في بعض عشان الفلوس وعشان المد وعشان ده وعشان ده. ليه؟ طب ما احنا نبقى كويسين مع بعض. ده مصر دي مشهوره بيقول لك اغنى بلد واحسن بلد. بتمنى والله العظيم ان ربنا يكرمني كده واروح ازور الرسول عليه الصلاه والسلام، وربنا يكرمني ويوسع عليا ويوسع على عيالي زي الناس ما هي عايشه. بس اكتر من كده ما مش متمنيها الا رحمه والله. والله عايزه الدنيا ربنا يوسع عليا وعلى الناس كلها وافك وبرده واشوف عيالي، عشان عيالي برده في حاجات مش طايلين يجيبوها ولا طايلين يعملوها. واقسم بالله زي ما بكلمك يا بنتي وحياه المصحف، نفسي ومنعين ان ربنا يفركها كده على الناس كلها. وانا من الجمله